لا احنا غادي نفتملت مزيان يعني يمكن في الحصيله يمكن نهضروا اكثر. ما احنا غادي في واحد العداد ديال المشاريع اللي كاينه في وسط تملالت وباقي مشاريع اخرى اللي احنا خصوصا في بعض واحد المجموعه ديال الاحياء كيف كتعرفوا شفنا المجزره كاين الطريق اللي غادي للدوار التومي كاين الكونتورنمون اللي كيخرج من وراء الديور وكيخرج بالطريق اللي غادي لصدر حال كاين واحد العدد كاين واحد العدد ديال البافي واحد العدد ديال الامور اللي المجلس الاقليمي حنا حاضرين في واحد العدد ديال كذلك كاين دابا عندنا بشراكه مع الجماعه ومع في لابيسين ديال تملال درنا المركب ديال الصناعه التقليديه الاول وراح نضرك في الطور باش نفينيه وعندنا واحد اخر ديال المندمج ديال الصناعه التقليديه عندنا وهذا الشيء كيف عندنا هنا عندنا احنا هذا الشيء بغيت نخليه بغيناش نهضروا عليه بزاف حتى الحصيله ان شاء الله ديال الاقليم بالطبع بتنسيقين مع مكتب المجلس حنا كناولوا وحنا كنجهزوا وكنوجدوا ملي تكون موجوده ان شاء الله غادي تخرج ان شاء الله وغادي نخرجها وغادي تحضروا فيها كلكم ان شاء الله وغادي تخرج للعلن لان احنا بالنسبه لنا حصيله تشرفنا حصيله مشرفه الكلمه اللي بغيت نقول لنا الناس هما يردوا البال الله يرفع هذا الوباء ويتاخذوا الاحترازات الضروريه اللي كيعطيو السلطات المختصه في هذا الباب خص الناس تطبقها والله يرفع علينا هذا الوباء عندك نقولوا راه ما بقاش راه باقي وراه كاين ردوا البال لهذه المساله هذه هي النصيحه انا ديالي اللي نقول لهاد الناس